الجزء بقى بتاع السبايرال سي تي هو طبعا كل الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده كلام بنكونستراكت فيه صوره واحده. طب احنا دلوقتي عايزين ريكونستراكت من الداتا بتاعت السبايرال سي تي. السبايرال سي تي زي ما قلنا كده ان هو بيسكان يعمل سبايرال تراجكتوري كده حوالين البيشنت. اوكي، طب انا دلوقتي فرضا عايز اعمل سلايس هنا في المكان ده، احسبها ازاي؟ اللي بيحصل طبعا السلايس دي مش هنلاقي ابدا ان في عندنا مجموعه نقط او مجموعه بروجكشنز كده بتعبر عن السلايس دي بس. اللي بيحصل ان انا باخد السبايرال ده بحيث يبقى الرينجز بتاعته دي قريبه من بعضيها كفايه بحيث ان انا اقدر ريكونستراكت او اجمع او اعمل انتربوليشن لديتا بتاعت اي جيفن سلايس في اي وقت في اي مكان. اوكي، فلو انا مثلا عايز اعمل سلايس هنا يبقى معنى كده هينتربوليت السلايس دي من الداتا بتاعت السلايس دي بتاعت اللي هي الجزء ده من السي تي سبايرال ومن الجزء الثاني ده بحيث ان كل نقطه من النقط اللي موجوده عندي في الـ في الـ في البلين اللي انا عايزه تبقى عباره عن انتربوليتد بوينتس بتوين التو بوينتس اللي في الايه اللي في الرينج دي وفي الرينج اللي بعديها. اوكي، فهي بيسيكلي عباره عن ان انا بانتربوليت بين الرينجز بتاعه السبايرال بحيث ان انا اقدر اجيب السلايس في المكان اللي انا عايزه بالظبط. طبعا انا ممكن احط السلايس بتاعتي تبقى اوبليك لو انا عاوز، ممكن احطها في اي دايركشن زي ما انا عاوز. فدي ميزه حقيقيه كبيره جدا في السبايرال سي تي ان انا منها اقدر انتربوليت اي مكان جوه الفوليوم اللي انا عملت له سكاننج.